صافي بخاص كفان مينوت كو بغيت ندير واحد ل ستوري بغيت نشارك معكم ان تروك اي جاتون كو لا فامي لي زون يسكتو بور فير ل لا بتيت ستوري 20 مينوت وانا جالسه وحاطه لو تروك اللي غنوريكم كيتفرجوا لللايف ديال بين سبور باش يعرفوا شكون صدقوا كلهم كويري عندي في الدار حتى واحد ما بيعطوا البارسا بون البنات واش هاد معايا ضد الليل حرام عليك ودلتنا معانا 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 ديك اللي بغيتي خليني ندير دراك هلاو هلاو البنات كي ضليتو بخير الوغ جيت ما جبتش يدي خويا جيت باش نشارك معكم واحد لابيتيت ديغوستاسيون من عند سليل لوز بصراحه انا متشوقه مازال ما دقتها ما والو انا متشوقه باش نوريكم سليل لوز ديالهم شوفوا كيفاش تيتبريزونطا فوالا جو بونس كو يا الشوكولا كاين لي بيبين دو شوكولا كاين لي زاموند المهم سليل دو كيتبريزونطا بهاد الطريقه هادي وكاين هاد الشوكولا المهم انا غادي نوريكم وكاين فوالا البنات عندنا السلو اللي كيتقدم بهاد الطريقه هادي داكوغ وعندنا لي شيز كيك ديالنا اللي كيتقدموا كيتوصلك في اون بواط راه كاينين دخلوا شوفوا بور فيغ لا ديغوستاسيون البنات كاينه لا بواط كتوصل هكا بواط دو 4 بواط دو 6 دو 8 اي بواط دو 12 وعندنا لي بيتي تروف بحال ما هكا وعندنا بيان سور لا صوص ديال السلو في لي بول اللي كيجيو بحال هكا كتحط السلو هكا في الطبله ديالك يعني تو تو ديرونج با كتحطيه وكتضربي بمعلقه فوالا كيما كنشوفوا البنات غادي نديروا لا ديغوستاسيون غادي نبدا بهاد الطرف اللي كيوصلوا هكا très très bon excellent ou d'abord regardez une deux ans les cheesecake j'ai hâte à la taille de quoi là c'est de la ruine d'être du chic cheesecake خفلني شوفوا كي داير الداخل واو اكسل هو صراحة هذا ماشي ديال المعلقة كنضحك على يمي هذا ماشي ديال المعلقة ودابا عندنا اخر حاجه هو سلو اللي كيوصل بهذه الطريقه هذاك راه لا سلو التوقعات جاوا لي كان في المحل ديالها
تبارك الله على سلي اللوز. البنات زوينات سمعوا الوغ انا واخا كنتقدى داك سلي اللوز وفيستيكي وديك الهضره وداكشي الزوين في الحك وفي طاطا وطاطا، فضروري كنبقى المراه المغربيه الحره اللي كتكوموندي الفغي سلي ديالها على حسب المقادير ديالك. فانا عندي واحد السيده ديال كيقلب ماشي ما كتعاملش، انا اللي طرحت عليها دروكا هاد الاقتراح وقلت لها بوركو با تعاملي حتى انت مع وليداتكم مع الزمن. انا صوبت لي السطل ديال سلو اللي شوفوا انا كتجي لعندي كنعطي الفلوس ليا دي سعيده صاحبتنا فهمتوا يعني صاحبتنا تاع النفس ماشي كتخدم ولا. انا قلت لها دروكا علاش ما تصاوبيش سلو لانه بنين تقدر نتوما تبيعوا يعني يقدر لا جاب الضغط لا شي حاجه ترفضكم يعني هاد السيده راه ما كتخدمش في هاد الشيء. انا قلت لها بوركو با هاد الايام يعني التعاوني مع الوقت والزمان وكاينين البنات اللي تيبغيو هادشي بلدي مدلوك بمزيان هادو تقدروا تجربوا بنص كيلو تقدروا تجربوا بكيلو وتذوقوا وتردوا عليا الخبر اقسم بعز جلال الله ما غادي تندموا لانه هاد السيده هادي صاحبتنا وصاحبه اختي حبيبتنا حبيبه العائله ودائما كاينه معنا في الفرح وفي الفرح وكتعرف تطيب مزيان 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 مزيان. حتى اللي بغيتو تجي طيب لكم شنو نعطي عندكم شي عوين لا شي تحاولكم. انا اقترحت عليها قلت لها الناس دوك كيديروا هادشي شوفوا السطل شوفوا السطل شوفوا السطل شوفوا. المهم هي النمره ديالها بنين كنصاوبوه بلا رمد شوفوا صوت السطل ها هو هانتوما السطل كيحمق البنات اللي قال لكم ولكم وسعنا نظروا ان راني دايره واحد البند ويل ثاني عرفتي اش داير يدي هكا حيت قطرت عليا الزيت وغادي تبداو تاني في التعاليق. المهم نخبيها باي باي. البنات كاين واحد الكونسيبت زوين في الدار كنديرو دائما فاش كنكون هكا اون فامي لي غارسون لي في داكشي معايا لا بلانشا حطهم هكا كتقلي وكتعطي ليهم في البيت في قبيلة مع لي صوص. يلا لي بغات شي خبزة كوموندير ساندويتش ضروري هاد العويدات البنات تفزقوهم قبل ما تحطوهم في البلاصه باش ما يتحرقوش ليكم.